عبد الحكيم برضو مهم جدا انه هل ضغط البطولة في شهر تقريبا، يمكن اقل من شهر، من يوم 20 اكتوبر ل 21 يوم او 21 يوم، هل ده مؤثر على البطولة او مؤثر على الاداء في البطولة؟ يعني مثلا لما جينا وتوقيت البطولة في البداية برضو، خلي بالك يعني انا لما جيت ابص على مثلا مباراة بيترو اتلتيكو وسان داونز، مباراة بيترو اتلتيكو وسان داونز، بيترو اتلتيكو فريق افضل من كده خلي بالك، ولكن عشان لسه ما بدأش الدوري عنده، ظهر بهذا الاداء وبهذا الشكل امام فريق كويس كبير زي واحرق سان داونز، واحرق سان داونز، لا على الاقل هناك شوط واحد بس يعني هو اللي مباراه عمله. العوده هم المباراه اللي هي بتاعت العوده عشان بيلعب 10، بغض النظر قصدي كابتن ضاغطين وبيضيعوا وبيوصلوا ماسكين كوره هل ده مؤثر على البطوله ان هي اتضغطت في 20 ولا في 21 يوم وبدايه البطوله؟ يعني انا متخيل ان هي السنه الجايه لو هتتعمل كده هتعمل كده ازاي ب 24 فرقه زي ما هم بيقولوا؟ بص خلينا نتفق ان البطوله برغم كل الاخطاء اللي موجوده فيها وبرغم ان لم يتم الاعداد لانطلاقها بشكل جيد، لكن هي بطوله على المستوى الفني في منتهى القوه. يعني اتفرج على الماتشات في منتهى القوه، لكن اهم سلبيات في البطوله هو عدم الاعداد الجيد لتلك البطوله، وعدم وجود دور للاتحاد الافريقي لكره القدم في تنظيم البطوله دي. يعني هل تتخيل يا كابتن اسامه، انا هقول لك مثلا حاجه يمكن ناس كتير ما تعرفهاش، هل تعرف ان دور الاتحاد الافريقي بينحصر في ايه؟ دور الاتحاد الافريقي بينحصر في تعيين حكام، بينحصر في كشف المنشطات، بينحصر فيه لو في مشكله حصلت او طرد او بتاع في لجنه الانضباط تنعقد. ايوه بس ده اللي صح. ده اللي بتعمله الكاف. الشركه الايطاليه هي اللي بتدير كل شيء خاصه في البطوله، فالشركه الايطاليه ما تعرفش او مش متابعه كويس الاجواء في القاره. ايوه مش متابعه كويس الاجواء اللي في القاره، فهي مثلا لما تيجي سبب تغيير مواعيد المباريات، سبب ازمات عدم مثلا الازمه بتاعت اللي حصلت بتاعت تذاكر الطيران بتاعت تصريح الهبوط، أيوه. ازمه زي مثلا هقول لك في ماتش بكره بتاع الترجي وانيمبا، انت تعرف ان اعلانات الاعلانات اللي هتتحط في الملعب لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك أيوه. فيها ما دخلتش، كان في اللي هي فيزيت رواندا وفيزيت السعوديه، شيل او حط عملوا قصه كده برضو عليها. ماتش الترجي يعني ماتش مازيمبي اللي لعبه الماتش اللي فات، مازيمبي ما كانش عليه الاعلان ده؟ لا ده ماتش مازيمبي مفاجاه، الناس كلها بتقول لك اصل مازيمبي ما رضيش يدي التاشيره للوداد، لا الموضوع ده مش صح، ما رضيش، ده ما دخلوش ادوات البث الفضائي، فبالتالي المباراه ما كانتش هتذاع لو اتلعبت فين؟ في الكونغو، فتم نقل المباراه لتنزانيا زي ماتش بكره. بس ده الكلام بقول لك عليه لا يعوق من نقل المباراه، الاعلانات اللي بتبقى حوالين الملعب ما وصلتش تونس لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها دي. ايوه فالبطوله لم يعد لها بشكل جيد، ده كان هي بطوله على المستوى الفني، بطوله في منتهى القوه. اتمنى ان بعض الاخطاء اللي موجوده في البطوله يتم تداركها، وعلى الكاف ان يكون له دور اكثر من ذلك. ايوه يعني بمعنى ان انت ما تقصرش دورك على تعيين الحكام، ما ده دور بالنسبه لك دور مش منطقي، ما تجيش شركه من بره هي والاتحاد الدولي هي اللي بتدير، ما تعرفش الاجواء في افريقيا. لما تيجي تلعب النادي الاهلي، طب اقول لك على حاجه، يعني النادي الاهلي يلعب الساعه 5 والمنتخب الانديه تلعب الساعه، لا سيبك كمان من الساعه 5، هقول لك على حاجه، تعرف النادي الاهلي امبارح لحد امبارح مطلع تاشيرات لدولتين؟ ايوه ما ده انا بقول لك، مطلع انجولا مطلع عامل حجز طياره خاصه لدولتين. كابتن خالد بيبو وكابتن سمير عادل مسافرين مثلا، مطلعين تذاكر طيران لدولتين. ايوه طب الكلام ده يتعمل في اوروبا؟ لان في اوروبا مفيش، الامور بسيطه جدا بقطر وبتاع وسلام عليكم وبتاع، مفيش مشكله فيه. لكن في افريقيا ما ينفعش انك تلعب، تقول لي مثلا الاهلي هيلعب مع سان داونز يوم الاحد والعوده يوم الاربعاء، 48 ساعه. ودي نفس المشكله على فكره اللي تسببت في تاجيل مباراه الوداد مع انيمبا، نفس الموضوع بالظبط. ما خدوش تصريح بعض الهبوط. الاوراق لم ما خدوش تصريح الهبوط فرجعوا، فدي ازمه، خد بالك ازمات كتيره جدا هتمشي معاك في البطوله، ولازم ان الكافي بقى له دور عشان يفهم الشركه الايطاليه اللي جايه من بره اجواء الدنيا جوه. انا بقول لك يعني صح هل منطق حق. هل منطق ان انا كنادي اداري احجز؟ طب وانت حضرتك بتساعدني في ايه؟ بتساعدني في ايه؟ لا ما بيساعدكش في حاجه، يعني انت بتقول لي انا هتكفل بكل شيء، مجرد تكلفه ماليه. النادي زي الاهلي يحجز لمكانين طياره خاصه ويحجز تذاكر ويحجز تاشيرات ويطلع كل حاجه. طب هل ده منطقي في 3 ايام في جهاز اداري في مصر يقدر يعمل الكلام ده للنادي الاهلي؟ يعني لو اي نادي تاني مشارك هيبقى المنظر ازاي؟ مشكله في ماتش الوداد، ومشكله في ماتش الترجي، ومشكله في ماتش الاهلي، ده الوضع.